التنمية الروحية والقيم المشتركة. يعني حاضر مع حضراتكم فيها المتحدثون أستاذ الدكتور عاطف معتمد، أستاذ الدكتور رسمي عبد الملك، فضيلة الشيخ إسلام النواوي يدير اللقاء، الأستاذة الدكتورة عايدة نصيب المشرف العام على البرنامج من بيت العيال المصرية. المحاضرة الثانية حول الشباب والتنمية الاقتصادية في مصر، وهتكون برضه حول محور قناة السويس، المثلث الذهبي والظهير الصحراوي، مع الأستاذ والعالم والخروج والمحترم الأستاذ الدكتور عادل أديب أستاذ الجغرافيا الاقتصادية. المحاضرة الثالثة هتكون حول الشباب والحفاظ على هويته وثقافته المصرية، هتكون مع الأستاذ الدكتور موسى العويس رئيس قطاع الشباب ووزارة الشباب الأسبق، والأستاذ المتفرغ لكلية التربية الرياضية ومقرر الشباب ببيت العائلة، والأستاذ عايد نصيب أستاذ الإنسان الجامعة القاهرة والمسؤولة عن هذا البرنامج. نتمنى إن شاء الله أن يحظى هذا البرنامج بإعجاب حضراتكم، وأن تكونوا فعلا خير الرسل وخير السفراء لبيت العائلة في محافظة القاهرة والجيزة والأليبية. تبدأ إن شاء الله فعاليات المحاضرة الأولى مع المحاورة الفاضلة الأستاذة الدكتورة عايدة نصيب. صباح الخير. صباح الخير على شباب مصر، صباح الخير على قلب مصر وشباب مصر، لأن شباب مصر هم قلب مصر. صباح الخير على المستقبل. بحيي شباب مصر وبحيي شباب القاهرة، شباب الجيزة وشباب القليوبية. بنتواصل معاكم النهاردة من بيت العائلة، وهيبتدي اللقاء معانا أستاذنا الدكتور رسمي عبد الملك، أستاذ الإدارة والتخطيط التربوي وعميد شعبة التخطيط التربوي ورئيس لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية. هيدينا يعني سطور كده عن بيت العائلة واللي بيقام على إيه، المبادئ المشتركة والمبادئ السماوية، السلام والمحبة والعدل، وإن بيت العائلة هدفه هو بيت العيلة المصرية، بيت العيلة المصرية اللي بيضم العيلة المصرية. بنشكر كمان وزارة الشباب على تعاونها الكبير، بداية من سيادة الوزير المهندس خالد وأستاذة نعمات وأستاذة نيلي وأستاذ كرم. كمان هيشرفنا النهاردة الأستاذ الدكتور عاطف معتمد، الأستاذ بكلية الأداب جامعة القاهرة والمستشار الثقافي لمصر في روسيا، وطبعا هيحدثنا عن مبادئ السمحة النهاردة في الإسلام أيضا فضيلة الشيخ مولانا إسلام النواوي. أرجو النهاردة هيبقى يوم موفق، هنتواصل مع بعض وهنبني جسور مع بعض، هنتكلم وهنسمعكم وهنتحاور من أجل مصر ومن أجل شباب مصر ومن أجل مصر بلدنا، مش قلب الوطن العربي بس، لا قلب العالم كله. هنبدأ مع أستاذنا الدكتور رسمي عبد الملك، تفضل يا دكتور. صباح الخير. صباح الخير. أنا أقول صباح الخير لسه في الأول. أهلا بيكم، وأولا بشكر وزارة الشباب على هذه الاستضافة والقائمين عليها في كرم الأستاذ بنيلي، ونشكر الأستاذة الدكتورة الممتازة الدكتورة عادلة وسيم، هي اللي صاحبت هذه الفكرة والتجمع اللي احنا بنلتفت إلى حواليه. طبعا أستاذة المدير أهلا بيكم كلكم والجمال. الحقيقة عشان وضعت لكم عشان ما تجموش، يعني احنا هنتكلم، يعني في حد تسمعه عن بيت العيلة، مش كده بنسمع عن بيت العيلة، هو باين من الاسم يعني مش محتاج أي نوع من الشرح ليها، لكن أنا عاوز بس أسجل التاريخ وليكم كجيل شباب إن هذه المبادرة هنفسرها شوية، هي من فكرة الإمام الأكبر الدكتور الطيب، يعني هو اللي يعني قال عليه، ولما ابتدى يفكر فيها قال معقول افكر انا والبيت عيله، والعيله المصريه ما تفكرش معايا، فكانت اول فكره
لما جت الفكرة دي طرحها كان على قداسة البابا الراحل شهودة الثالث، واستجابوا للفكر هذا الكلام. ليه فكر الرمزين دول اللي في مصر اللي بيمثلوا الرمز الإسلامي والرمز المسيحي، لكن احنا مصريين مع بعض، ليه فكروا؟ لأن شعب مصر كلكم عارفين طبعا شعب متدين بطبيعته، أو بلاش أقول متدين، بيخاف ربنا، بيخاف ربنا بطبيعته من أيام الفراعنة. يعني حتى تلاقي احنا الشعب ده طبيعي، لو الحرام راح يسرق يقول رب يا رب استر، يعني هو راح يسرق لكن خايف ربنا. يعني الشعب من جواه خايف ربنا. ولما تشوف كده في المعابد والاهرامات وكده وفي مقابر تلاقوا صوره دي مقبره في حفرين كده، واحد مدفون جنبيه طبق في حته خبز يعني، وفي ازازه ميه او قله ميه في الطريق على وبعدين ميزان. ده من غير قبل ما تيجي الاديان، معناه ان هيموت وهيقوم هيتحاسب، هياخد يعني رشا ويقوم يتحاسب. الميزان ده اللي موجود. احنا شعب غريب من نوع حقيقي، كان بيقول كده عشان احنا في مصر، احنا لفينا بلاد كتير جدا، لكن احنا شعب مختلف، مختلف بجد من ناحيه العشره، من ناحيه الحب، من ناحيه التسامح. احنا جوانا في حاجه غريبه، هي حاجه من عند ربنا يعني، حاجه غريبه. فكنت شيخ الازهر وبابا الاسكندريه اجتمعوا على ان احنا نعمل حاجه اسمها بيت العيله، معناها جمع الشمل، جمع شمل المصريين مع بعض. واحنا في مصر هنا يعني احنا مرينا بصراعات كتير جدا من زمان، وطبعا في بقى اساتذه متخصصين اكتر في التاريخ يقدروا يتكلموا في هذا الكلام. لكن الحقيقه جوانا ما اعرفش تختلفوا ولا تختلفوا معايا، في حاجة اسمها السماحة والمعيشة والعشرة. احنا جوانا هذا الكلام. احنا الواحد ممكن يبقى في جيبه يعني 5 جنيه ولا حاجة، ويكون قاعد مثلا على قهوة ويشرب شاي ولا بتاع، وتلاقي يقول لك اتفضل بعيد، بس هو لو جات له حد قاعد معاه هيورطه. لكن هو لكن فينا حتة ان احنا الكرم والعشرة والمناخ الجميل اللي فيه بنلتقي مع بعضنا. فمش غريب ان احنا نبقى نرجع كما كنا بيت عيلة، بيت عيلة. العنصرية هم انا ما احبش اقول كده، لكن يعني عشان خاطر يعني تبقى واضحة، الإسلام والمسيحية دخلوا مع بعض من أول ما دخل الإسلام مصر، وكان المسيحية موجودة وتم استقبال بشكل فيه نوع من الترحاب الكبير جدا جدا موجود. ده حاجة لازم تتحسب لهذا الشعب العظيم. من أول لحظة التقوا فيها مع بعض كان فيه اتساع محبة كبير جدا في تعايش وعلاقات جمعت بين المسيحيين والمسلمين. بعد كده بقى التاريخ يحكي كتير جدا لبعض المواقف. المسلم متمسك بإسلامه، وإسلامه حقيقي اللي عاش فيه الفترات القديمة ما كانش فيها تعصب، ما كانش فيها تعصب، كان بينادي بربنا بالله من غير التعصب من غير شتايم، ولكن دينكم ودينهم، كل واحد ليه دين. ادي الاسلام الحقيقي اللي اتعاش فيه 14 قرن لغايه النهارده من غير مشاكل تبقى موجوده. ادي الفكر، ادي الاسلام اللي ممكن الاخر يراه، الاخر يراه. كل اللي بيحصل اي حاجه ثانيه مش هنخش في تفاصيل، يعني دي مالهاش دعوه بالاسلام. واعتقد كلكم بتوافقوا على هذا الكلام. ابتدينا احنا دلوقتي عايشين مع بعض فتره كبيره جدا بنكهة معينة، بنسيج متواصل مع بعضنا. الأقباطنا يعني مصر طبعا الكرسي القرقسي مقره مصر، مقره مصر. يعني بابا بتاع يعني بابا الإسكندرية ما يجيش في حتة تانية، ما يجيش من أي بلد في العالم تاني، لازم المقر بتاعه يكون في مصر، في مصر. ودي طبعا الكلام ده بقى من 21 قرن. فدي طبعا والازهر ملوش مكان تاني غير في مصر. ادي الاثنين قامتين اللي موجودين في هذا المجتمع المصري الاصيل. الاسلام بيدعو للمساواه ويدعو للرحمه والحب، كل الكلام ده كله واحنا صغيرين كده في المدارس اتعلمناه. لا مش اتعلمناه، لا احنا عشناه.
عشناه بجد، عشناه مع زمايلنا، عشناه مع اساتذتنا، عشناه في المجتمع. من غير ما نقعد نحكي الكلام، عشان ما تعرفش نشوف هذا الكلام اللي بيحدث هذه الايام اللي هي موجوده. كلمه قبطي جايه من ايجيبت، قبطي. ودي كان تعرف اسم مصر القديمه، وكثير جدا من المفكرين يقول انا قبطي مسلم، انا قبطي مسيحي. كلمه قبطي دي مش للمسيحيين فقط. ادي على لانها جايه من كلمه ايجيبت. تفاصيلها مش داعي عشان خاطر ما تناموش يعني كده. احنا بنعتبر كمسيحيين ان الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه، حتى ساعات بنشيلها خالص، بس الكنيسه المصريه. الكنيسه المصريه. لما نقول الكنيسه المصريه هي الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه. ولما نقول الازهر ما حدش هيقول دي موجوده في اي بلد تاني، يقول الازهر ده موجود فين؟ موجود في مصر، موجود في مصر. أنا عاوز أتكلم عن أربع حاجات في اشتراك بين، في أكتر من كده بس عشان خاطر يعني ندي فرصة للمجموعة. في أربع حاجات تدعو للتعايش الإسلامي المسيحي. والأربعة مش هنتكلم فيها. السلام. إحنا طول النهار بنقول السلام عليكم وإحنا بنسلم، كل طول النهار. مش كده؟ في أي حاجة داخلين طالعين بنسلم على بعض. إذا السلام وده بالنسبه للاسلام، بالنسبه للمسيحيه برضه نفس الكلام. المسيح قال سلام يطلب لك، يعني في سلام. اذا كلمه السلام في اتفاق عليها. تعالوا نسال لو في ورش عمل عندكم او تناقشوا كيف نحقق التعايش السلمي بجد، ما نقولهاش بالبق ويبقى في القلب في حاجه ثانيه. وكنا بنتكلم على بيت عيله، يبقى العيله مش معقوله واحد او يقول لولاده على حاجه ويبقى في قلب حاجه ضد الكلام اللي هو عاوز يقولهم عليه. مش ممكن، مش ممكن. فالسلام تعالوا نناقش كيف يتم، وكيف يتم التعايش السلمي اللي احنا قاعدين نطبقه من شويه. العداله. يعني من اسماء الله الحسنى ومن اسماء الله ومن صفات الله العدل. العدل. وما ربنا ما رضاش بالظلم في اي حاجه. فكيف نحقق العدل بجد؟ العدل مع نفسك، العدل مع الاخرين، العدل امام الله. الكلام ده بينك وبين ربنا فقط. هو انت بتحقق العدل ولا بتحققش العدل؟ المساواة، ما افتكرش ربنا خلق ناس بشكل معين بشكل مساويين كلنا في ايه؟ في الخلقة كلنا، مش كده ولا ايه؟ الحرية. تاني مش هنختلف في الأربع قيم دول، مش هقول حاجات تانية، هي في قيم كتيرة، لكن خلونا نتكلم عن السلام والعدالة والمساواة والحرية. احنا بنقابل الكلام ده كله عشان نكون واقعيين شوية، ما نحلمش قوي، في تحديات بتقابلنا. التحديات دي لهدم كيان الديمقراطية اللي هي يعني العنصر الأساسي في الحرية. في تهديد تحت مسمى، ولو أنا ما بحبش الكلام دي، مسمى الأقليات. تهديد يعني دي طبعا هل دي تمشي مع المساواة، مع العدل، مع السلام؟ تهميش بعض الأفراد أو بعض الطوائف، هل ده يصح؟ كيف نصبح عيلة واحدة وهناك نوع من التهميش؟ أنا بمشي نقط بس. طب تعالوا نشوف، طيب عشان نفكر بقى بإيجابية وبلاش نبكي على اللبة للمسكوب. تعالوا نشوف كيف نحقق المواطنة وكيف نحقق الديمقراطية، الكلام اللي إحنا قاعدين نسمعه طول الوقت دوت. تعالوا نترجمه لبعض الأفكار. من خلال فكرة أنا هكتب الكلام في الآخر بقى بعد ما الناس تتكلم كده، هنقول بقى جات ازاي بيت العيله من الاربع خمس نص بعد كده. لكن خلونا نشوف الاول هل نحتاج فعلا يعني نتجمع مع بعض ولا لا. المواطن اول حاجه فيها ان نكون شرفاء. كل المجتمع يكون في شراكه. شراكه وليست مشاركه. صحيح؟ حد عارف الفرق بين الشراكه والمشاركه؟ حد يقدر يقول؟ Thank you.